يا هلا فيكم. تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الدعايات التي تروج لمنتجات قد تكون مجهولة المصدر، وفي نفس الوقت قد تكون مغشوشة أو غير مرخصة. وزارة التجارة كانت قد حذرت سابقا من بيع وتسويق السلع المغشوشة أو المقلدة. زميلنا عبد المحسن التميمي تواجد في الميدان وخرج لنا بالاستطلاع التالي، خلونا نشوفه احنا وياك. صار معي في اعلانات سناب شات من واحد مشهور عن زيت الحشيش وزي كذا، فطلبت وشريت. كان السعر تقريبا حول 1000 عليها، اي لاني اخذت كميه هنا، فطلعت بالاخير مضروب. فاللي ابي اوصل لك انه لا تثق في المنتجات. تواصلت معه بس في الاخير انا مالي دخل. مره شريت من واحد انستغرام، واحد مشهور يعني معروف من مشهير وقع التواصل الاجتماعي، شريت منه جهاز. فلما جيت البيت صراحة جربته ما اشتغل الجهاز، فلما رجعت له يعني لا رد ولا عطاني اي فائدة، فما استفدت يعني. جربت تشتكي؟ لا والله ما جربت، انا وثقت فيه لانه مشهور صراحة. والله يا اخي انا سمعت انه او شفت كان في واحدة من مشاهير التواصل الاجتماعي عملت دعاية لاحد المراكز التجميل، فكانت الدعاية أساسا ما هو في مكانها يعني، وكان في ضرر على الكستمر أو العملاء يعني. جاني واحد معرفة من أصحابي يعني تكلم عن ساعة، يعني ساعة يقول لك مارك وكل شيء، آخر شيء شراها طلعت مو درجة أولى يعني، كله آخر شيء راح لرجع له مرة ثانية وكلمه أعطى بلوك يعني، من أي ما في أبدا أي حزن تصرف يعني في الموضوع. شخصية معروفة؟ إي شخصية معروفة، ليش يكذب في هذا الموضوع يعني؟ الناس كذا تضرروا منه كثير. سمعت واحد من القريبين مني انه طلب من برنامج عارضة مشهور سواء دعاية، فلما وصل هذا اللي طالبه طلع عكس تماما من اللي في العرض. غالبا هذا المتداول يعني في الفترة هذه، انه دائما يجي اقبال على محل جديد ويكون السوشيال ميديا، مشاهير السوشيال ميديا مسوين عليه يعني دعاية عالية، و الناس روح تصدم، تلقى مثلا الكواليتي حق الاكل سيء، ولا الكواليتي حق المحل سيء جدا، والاسعار. والان الناس يعني عندها وعي. انا مره طلبت من انستغرام عطر وتحسست منه. الناس حتى صارت تستغل متابعينها فقط للاعلانات يعني لتحقيق مكاسب ماديه. للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا من استديوهاتنا في المنطقه الشرقيه المستشار التسويقي الاستاذ عبد الله السعد. استاذ عبد الله مساك الله بالخير. يمسك بالرضا، يا اهلا وسهلا استاذ خالد. حياك الله. يعني خلينا نتكلم عن التضخم اللي قاعد يصير من دعايات مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هل حنا في فوضى تسويقيه اللي يتضرر منها المستهلك؟ يعني حنا نشوف يعني من يطلقون على أنفسهم مثلا من الفتيات فاشينيستا، ولا بعض مشاهير التواصل الاجتماعي وسناب شات وغيرها يروحون لبعض المحلات ويسوي طبعا بإعلانات مدفوعة لهم، ثم يسوون إعلانات لهذه المحلات أو لبعض السلع، وفي النهاية المتضرر هو المستهلك، والمستفيد هو جيب هذا المشهور اللي قاعد يسوق بناء على المتابعين واستغلالهم. شايف؟ طبعا بالنسبة للتسويق الإلكتروني هو جزء من المزيج الترويجي، وما قد يصلح في منتج من المنتجات أو في مجال من المجالات قد لا يصلح في مجال ثاني. فالفوضى ابتداء تأتي من التأسيس، هل هذا هو المجال المطلوب، أو هل هذه القناة هي القناة التسويقية الصحيحة المطلوبة أو لا. يشترك في هذه الفوضى أربعة أطراف: الأفراد وفهمهم لعمليات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، والمقدمين الخدمة أنفسهم كشركات متخصصة أو كأفراد، وأيضا وضوح الأنظمة والقوانين ونوعيات أو نوعية المنتجات التي يمكن أن تطرح من خلال هذه القنوات. هذه الأربعة أشياء مع بعضها قد تسبب هذا النوع من الفوضى المشاهد في السوق. وما أسميها فوضى بمفهوم الفوضى، لكنها مصالح يريد كل طرف تحقيقها لنفسه. مقدم الإعلان يبغى يأخذ فائدة أو مردود مادي، التاجر أو المعلن يحتاج برضو أن يحقق أهدافه من خلال هذا المعلن، والمستهلك يغريه بعض الأشياء في الطرح. و يعني أنت صارت هذه كلها. أنت تابعت الاستطلاع، يعني يمكن غالبيتهم تحدثوا عن أنه كثير من المشاهير
يستغل ثقة المتابعين فيهم ومتابعة يمكن أعداد كبيرة لهم كونهم مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومون بالترويج لمثل يعني هذه الأماكن أو المحال التجارية أو بعض السلع التجارية، بعيدا عن أنها هل هي صالحة ولا غير صالحة. المسألة صارت طمع مادي بحت. حتى نحكم احنا على مفهوم الصلاح صلاحية السلعة هذه او عدمها لابد يكون عندنا معيار معين، يعني هذا المعلن هو يقدم ما يتصور انه هذا ميزة من مميزات هذا المنتج، هذه الميزة قد لا تكون ميزة حقيقية بالنسبة للمستهلك، لكن لعدم وجود معيار واضح عند المستهلك يقع في مثل هذه المشكلة. لو رجعنا شوي كذا وخرجنا من اطار المشاهير الى الاطار المؤسسي ما راح نلاقي هذا الشيء في الشركات الكبيرة. ليش؟ لوضوح المعايير، عندك جدول مقارنة تقدر تقارن مجموعة منتجات مقدمة من عدة شركات تحقق نفس الهدف، وعندك مجموعة من المعايير الواضحة في دقتها في جودتها في تكاليفها في سرعة وصولها في الضمان في الصيانة وغيرها من الأشياء. فهي المشكلة وجود معيار واضح، وهي العنصر اللي ذكرناها الأنظمة والقوانين. طيب يعني على طار الأنظمة والقوانين، وزارة التجارة فرضت عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، غرامات مالية قد تصل إلى 1,000,000 ريال على كل من يخالف. هل ترى هذا وحده سينظم العملية؟ لا، احنا قلنا انها 4 أشياء، يعني هي الأنظمة والقوانين جزء من 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 ضمن المنظومة، لكن في أشياء ثانية نحتاج أن نعرفها إحنا كمستهلكين، لابد يكون عندنا وعي مع من أتعامل، ما هي آلية التعامل مع هذا الإنسان، النواحي القانونية والبعد القانوني في التعامل معه، وأيضا كمقدم خدمة كشركات تقدم ما الذي يميزها عن الشركات الأخرى وميزة التنافسية. التجارة الإلكترونية هي وسيلة من الوسائل الموجودة في السوق وهي ناجحة بشكل كبير في العالم. حسب الاستطلاعات راح يكون إن شاء الله في 2020 إغلاق من 20% إلى 25% من التجارة الواقعية وتحويلها إلى تجارة إلكترونية. فوجود الأنظمة الرادعة جميل، لكن أيضا نحتاج إلى شيء آخر قبل الأنظمة الرادعة، نحتاج إلى الأنظمة التأسيسية في البداية التي تقنن هذا العمل وتضع المعايير والمسارات التي يمكن التعامل فيها وتقديم الخدمة من خلالها. طيب يعني على سبيل المثال سووا منصة إلكترونية اسمها منصة معروف لمن يريد أن يبيع ويشتري في مواقع التواصل الاجتماعي والإنستغرام وغيرها، يعني هل تشوف هالخطوة يعني كانت واقعية ويمكنها تسهم في أنه الواحد على الأقل يضمن أنه يتعامل مع إنسان معروف بالنسبة له؟ يعني بعضهم اشترى سلع من مواقع في الحسابات الانستغرام ولا غيرها، ولكن تفاجأ لما وصلت البضاعة أنها مقلدة أو غير اللي طلبها. يعني أنا أذكر مرة مرات في أحد المستودعات اللي تقوم بخدمات الشحن، يعني كنت بستقبل شحنة بالنسبة لي، واحد مسكين يولول طالب كفرات يعني السيارة ظهر كما عجيب أو كذا، وجاته كفرات كوريلا، يعني ويقول شو اسوي الحين. فالوضع يعني كيف يمكن يضمن انه يعني هناك مصداقيه في التعامل مع مثل هالمواقع؟ خالد، وجود المنصات سواء كانت فردية أو تتبع إلى مؤسسات كلها أمور تساعد في التنظيم، وبلا شك أن المؤسسة أو المنصة التابعة للجهة المعروفة والمراقبة من جهة ذات مصداقية ستكون أكثر أمان بالنسبة للمستهلك من المنصات الفردية. ولكن نعود مرة أخرى إلى أمور أخرى في الأنظمة والقوانين والتأسيس. في شيء في التسويق أقول لك إياه، العميل لا يعرف ماذا يريد. في أوقات كثيرة نعتمد نحن كمسوقين على قدرة المسوق في إقناع العميل بالبضاعة الموجودة، قد لا تكون هي البضاعة الملائمة، وهنا يرجع الموضوع هذا إلى خلنا نقول إلى أمانة المسوق وطريقة طرح المسوق. المسوق لا يكذب، لكن يعرف يرص الكلام بطريقة معينة تحقق الرغبة، رغبة الشرائية عند المستهلك، وبالتالي تمشي العملية هذه. هذا في حال كانت البضاعة جيدة ومناسبة. قد تكون بضاعة جيدة لكنها لا تحقق رغبة المستهلك، فالمشكلة ليست في المنتج نفسه، لكن في هل هذا المنتج هو المنتج الملائم لي أو غير الملائم. المنصات العربية بدأت تظهر بشكل كبير، وسواء كانت المنصة عربية أو غيرها راح نرجع لنفس الشيء، ما هي المعايير الموجودة، ما هي طرق ضمان السلامة في وصول منتجي وفي تحقيق هدفي، ونرجع نقول من البداية هي مجموعة من المعايير ومن الأنظمة المنظمة والعمليات. إذا اتضحت هذه وكانت واضحة عند الفرد وعند مقدم الخدمة، سيكون القانون الصادر من وزارة التجارة هو بعد تنظيمي ليس أكثر. طيب وش عطني وش المعايير الأنظمة اللي يجب أن تفرض حتى تضبط العملية،
يعني ويتم تلافي الاحتيال أو تلافي مثلا استغلال الناس أو استغلال حتى بعض المشاهير لمن يتابعهم ويروجون حتى لأشياء يعني لا تستحق أن يروج لها. عطني وش الضوابط المعايير اللي تتحدث عنها أنت وتدعو لها؟ أولا أي كلمة معيار أي شيء لا يمكن قياسه والحكم عليه لا يصلح أن يكون معيار. فمثلا عندنا تاريخ التسليم، تاريخ التسليم والمقنن في حال تأخرت البضاعة هذا معيار، هل وصلتك في الوقت المطلوب أو غير ذلك. ما وصلتك في الوقت المطلوب إذن يمكن أن ترجع البضاعة من غير أي مسؤولية عليك. أسعار البضاعة، تواريخ اللي ممكن تكون موجودة، وهنا راح تلاقي أنه مقدم الخدمة راح يعيد تصنيف منتجاته بطريقة يضع لكل مجموعة لكل فئة من الفئات مجموعة من المعايير الملائمة لها. الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى معايير في تشغيلها وفي الأعطال الناتجة عنها سواء من الشحن أو من غيره، والشحن أيضا موضوع راح نرجع له بإذن الله في مسار ثاني. هل من ضمن المعايير قد تكون أن الضمانات الموجودة هي على القطعة نفسها وليست على الدعم اللوجستي الموجود المتسبب في هذه المشكلة؟ وهنا راح يدخل طرف ثالث معك في النزاع تحتاج وزارة التجارة أن تلتفت إليه، وهي الشركات ذات الدعم اللوجستي اللي ما لها علاقة أساسا بالمنتج لكنها ناقلة للمنتج من مكان إلى مكان. فالمعايير هي مختلفة، لكن في النهاية كلمة معيار تعني نظام أو قانون يمكن الحكم عليه. شرط من الشروط لو قرأته أنا باللغة العربية أو قرأه شخص ثاني بلغة أجنبية لو قرأه السعودي أو قرأه مقيم يكون نفس النتيجة عند هذا. فهذه هي طيب. أو هذا هو مفهوم المعيار المطلوب. طيب لو أحد المشاهير سوى ترويج لسلعة معينة أو لمحل معين وصار يعني الخدمة سيئة والبضاعة مغشوشة أو يعني اللي شراها الواحد، هل يستطيع أن يقاضي هذا المشهور؟ ممكن يقاضى، لكن في شيء ننتبه له. اللفظ احيانا القضاء راح يرجع للالفاظ الموجوده للعباره المستخدمه. انا ما قلت لك اشتر هذا لانه يحقق لك كذا، انا قلتها بطريقه تعطيني السلامه انا في الحركه. في هذه الحاله طبعا هنا بيكون في اشكاليه، البعد القضائي فيها ممكن نرجع الى الجهه المختصه في المحكمه ونتاكد من هذا الموضوع، ولكن راح نرجع في النهايه للالفاظ المعلن. المشكلة أحيانا يا أخوي خالد ما تكون في اللفظ لكن تكون في العميل نفسه وفي فهم العميل، هو فهم كذا لثقته بهذا الإنسان أو لرغبته أنه يسمع هذا الكلمة من هذا الإنسان، لكن قد لا يكون هذا هو الواقع الحقيقي. فمجموعة الألفاظ المستخدمة أيضا تموه على العميل. الله يكفينا شر التمويه الحقيقة يعني، ويفكنا من من بعض المشاهير والفاشينيستا وغيرهم هذول اللي في مواقع التواصل الاجتماعي. آمين. اللي قاعدين يعني يضحكون على دقون الناس وقاعدين يتلاعبون على الناس أو يستعرضون أمام الناس، وهذا ملف كبير يمكن بنفتحه إن شاء الله في قادم الأيام في البرنامج ونتحدث يعني عن إيجابيات وسلبيات مثل يعني هذه المواقع ومن استغلها لنفسه دون الاكتراث بالجوانب ذات القيم او الجوانب الاخلاقيه. شكرا لك الاستاذ عبد الله السعد. ايضا خالد قل لي خذ عطني اختم عطني هذا الموضوع، موضوع التوجه للمشاهير والاعلانات ايضا اخذ بعد خاطئ من الناس، صار الكل يتوجه مباشره للمشهور او للاعلان الالكتروني وقد لا يكون هو القناه الصحيحه. 4 قنوات تسويقيه موجوده، من ضمنها البيع الشخصي المناديب، ومن ضمنها العلاقات، ومن ضمنها الإعلان بأبعاد الإعلان، ومن ضمنها العروض الترويجية. فليش نتوجه لهذا؟ وداخل هذا في أيضا مساحة كبيرة مما يمكن يكون فيه من التلاعب ومن التجاوزات. على كل حال مثل ما ذكرت نسأل الله أن يحفظنا جميعا من الله يرزقهم اللي عنده مصداقية واللي عنده قيمة وعنده يعني أخلاق وعنده فعلا هذا الله يرزقهم ويوسع لهم من كل أبواب الرزق. لكن تتكلم عن من يتلاعب على الناس أو يستغل الشهرة اللي هو فيها ويسيء استخدامها. شكرا لك عبد الله السعد مستشار تسويق، كنت معنا من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، هذا الملف ما راح نوقف، شاء الله سنفتحه بإذن الله في قادم الأيام بزوايا أخرى مختلفة. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.